الآن أذهب إلى دانا أبو شمسية في القدس. دانا، أولا أحب أن أعرف منك حال أهلنا في القدس الصامدين المرابطين في عيد الأضحى المبارك. نعم، يعني بعد التحية في ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، الهدوء سيد الموقف والهدوء الحذر تحديدا في مدينة القدس المحتلة. يحاول المقدسي يعني اقتناص هذه الفرصة لإيصال رسالة للحكومة الإسرائيلية بأنه شعب يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا، على الرغم من كل هذه التنغيصات. ولربما اعتدنا في كل المداخلات أن نتحدث عن احتلال، عن اعتقال، عن هدم، ولكن هذه المرة أو في هذين اليومين نتحدث عن فرحة، عن صدى صوت الله أكبر يصدح في زقاق البلدة القديمة في المسجد الأقصى المبارك. أكثر من 100 بوركت الحناجر يا دانا، والله بوركت الحناجر. يعني نأمل أن يكون هنالك يوم وأن نجتمع سويا في هذا المكان لنصدح بهذه الأصوات وأن تعتاشوا معنا هذه المشاعر الجميلة. كنت أتحدث أن الشرطة الإسرائيلية لم يعجبها هذا المشهد، لذلك حاولت تمغيص الفرحة. سياسة الاعتقالات مستمرة في داخل البلدة القديمة في المسجد الأقصى المبارك. قوات شرطية معززة كانت قد نشرت أعداد كبيرة من شرطاتها الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك. كان هنالك عرقلة لوصول ودخول فئة الشبان تحديدا إلى المسجد الأقصى المبارك، وكان هنالك اقتحام من قبل مخابرات الاحتلال إلى مصلى باب الرحمة التي لا يعني التي تحاول من خلال كل هذه الانتهاكات أن لا تجعل المقدس يجعله بقدسية مسجد قبة الصخرة أو بمسجد القبلي، وهذا حسب الرواية التلمودية بأنه هذا ليس بمصلى تابع للمسلمين، على الرغم من أن الوضع التاريخي القائم يقول أن 144 دونم وما يزيد عليها هي حق خاص وخالص للمسلمين. والرواية التلمودية تقول بأن من خلال هذا الباب، من خلال هذه الجهة الشرقية، سيتم الدخول إلى الهيكل المزعوم على حد تعبيره. على الرغم من كل هذه الأجواء، على الرغم من كل هذه التنغيصات، إلا أن الفرحة طاغية على مدينة القدس. للأسف هذه المدينة التي تتحول إلى مدينة أشباح، ما أن يحل الظلام عليها. لربما نشاهد المركبات الآن تقتصر على الزيارات العائلية، وذلك بسبب عدم وجود فعاليات في العيد بسبب سياسة الملاحقة من قبل حكومة الاحتلال للقائمين على الفعاليات، لأن الحرب في مدينة القدس هي حرب السيادة. إسرائيل تريد القول بأن القدس هي جزء من دولة إسرائيل ومن عاصمتها، ولا وجود للفلسطيني فيها، وهذا ما يتوافق أيضا في طبيعة الحال مع كل القرارات الصادرة مؤخرا عن الاستيطان، عن سياسة الاعتقال الإدارية وما إلى ذلك. الزميلة دانا، دعينا ننتقل إلى ما يسمى بقيادة الاحتجاج ضد مشروع نتنياهو لما يسمى أيضا إصلاح القضاء. هم يتحدثون عن إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب وتشويش صحيح. الرحلات، بدا لي هذا الأمر غريبا جدا، تشويش الرحلات صحيح. هذا أمر جلل يعني. نعم صحيح، ولكن ما المقصود بإغلاق مطار بن غوريون وهذا المطار الرئيسي، مطار الليد في تل أبيب، أو حتى تشويش هذه الرحلات؟ يعني بذلك وجود مئات آلاف من المتظاهرين في الشوارع الرئيسية، وخاصة تحديدا شارع أيلون، وهو الواصل والطريق الرئيسي الذي يربط شمال البلاد بجنوبها، وهو الطريق الرئيسي الواصل لهذا المطار. وجود المتظاهرين عند هذا الشارع تحديدا يعني عرقلة وصول الحافلات أو حتى من يريد الوصول إلى هذا المطار، مما يؤثر على تشويش في إتمام الرحلات الجوية في وقتها. التخوفات اليوم هكذا أفضل، يعني هكذا استطعت أن أفهم، لأنه أظن أنه تشويش الرحلات بالمعنى التكنولوجي جريمة فظيعة يعني. صحيح، على الرغم من أن دخول نظام الهاي تك أو نظام قطاع الهاي تك في تل أبيب في داخل هذه التظاهرات، وهو من أهم القطاعات في تل أبيب، إلا أن تشويش الرحلات مقتصر كما ذكرنا هو متمثل أولا في إضراب شامل قد يعم البلاد، وهنا نتحدث عن مختلف قطاعات وخدمات تقدم في تل أبيب التي تعتبر العاصمة الصناعية لإسرائيل، بأن توقف عملها هذا يعني شل الحركة في إسرائيل وما يترتب عليها أيضا من خطوط الطيران والعمل في مطار بن غوريون وكل هذه الخدمات التي تقدم هناك، أو عن طريق وصول المتظاهرين إلى الشوارع الرئيسية وإغلاقها. لماذا جاء ذلك؟ وذلك بعد تصريحات بنيامين نتنياهو لصحيفة وول ستريت جورنال، الذي أكد بأنه مستمر فيما أسماه بإصلاح القضاء، ولكن المتظاهرون يقولون بأن هذا إضعاف للسلطة القضائية لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية، على الرغم من أن نتنياهو لوح بأنه سيكون هنالك
يعني تغيير في هذه المنظومة وفي هذا إصلاح القضاء، وهو الأمر الذي يرفضه المتظاهرون الإسرائيليون اليساريون. نحن نتحدث عن استيار لجنة القضاء، نتحدث بأن تكون القرارات الصادرة عن المحكمة العليا مرهونة ويمكن الالتفاف عليها من قبل البرلمان الإسرائيلي. اليوم في هذه المقابلة التي أجراها مع هذه الصحيفة قال أنه لربما سيكون هنالك تغييرات، ولكن اليسار الإسرائيلي رافض جملة وتفصيلا لكل هذه التغييرات، يعتبرها مساس بالجهاز القضائي. لذلك أعلن قادة الاحتجاجات بأن الاحتجاجات ستعود من جديد إلى شوارع تل أبيب، إلى شوارع القدس المحتلة، وتحديدا أمام منزل رئيس الحكومة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في مختلف هذه الشوارع، للرد والقول يعني أن هذا القانون يجب أن لا يمر. بذلك نتنياهو يفتح على نفسه جبهات حرب داخلية في داخل هذا الائتلاف الحكومي، في داخل وفي النظام الإسرائيلي ككل بين يميني ويساري، ومع الولايات المتحدة التي دعت الرئيس الإسرائيلي إلى زيارة في الشهر المقبل ولم يتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، والبعض يرى بأنها يعني ابتعاد من جو بايدن لدعوة بنيامين نتنياهو، لأن مثل هكذا أعمال لا تتم إلا بموافقة هذه الإدارة الأمريكية، ونحن نتحدث عن الاستيطان. كذلك الحال يضرب بعرض الحائط القوانين، وذلك بعد القرارات الصادرة من البرلمان والاتحاد الأوروبي التي أدانت هذه المشاريع وهذه الاستيطان، بل وطالبت بأن تحاكم إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية بأنها تقوم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين. أشكرك شكرا جزيلا دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة.